هلا ممكن انا بدال ما استعمل تو بولز طلع هون المنطقه هاي ضايعه على الفاضي، المنطقه هاي ضايعه على الفاضي، ولذلك كثير من المحركات كل ما كبر حجم المحرك وي انكريس ذا نمبر اوف بولز. اذا از ذا موتور سايز increases we tend to increase the number of poles, increase the number of magnetic poles, number of magnetic poles. لكن البولز ايش لازم يضل عددهم؟ زوجي. But always and even number يعني 2 4 6 الى اخره. خلينا نشوف كيف ممكن نعمل اربعه بولز. فاربعه بولز باجي بعمل مثلا هون نورث هون ساوث هون نورث هون ساوث. ايش صار عندي هون؟ هلا لاحظوا كم نيوترال اكسس بصير عندي هون؟ 2 بصير عندي الان بصير طبعا الكوميتيتر سيجمنت الان اعقد. هلا هون الاسلاك راح تلاقي مثلا راح تلاقي نفس العمليه هناك تحت النورث بول كنا حاطين ايش كان هذا اتجاهه؟ هيك وتحت هذا النورث بول راح احط سيريك هيك لكن تحت الساوث بول ايش راح يكون؟ تحت الساوث بول هون راح يكون في هذا الاتجاه بحيث انه تضل هالفورس يعني هاي راح تصير هيك هاي راح تصير هاي اف 1 هاي اف 2 هاي اف 3 هاي اف هذا هي عندي نيوترال اكسس وعدد البرشز راح احكي لكم بعدين البرشز عدد البرشز هون 2 عدد البرشز هون 4 فعادة عدد البرشز بيساوي عدد البولز. نشوف 6 لو بدنا نعمل 6 بنحاول نرسمها بس ب نرسمها بشكل صحيح خلينا نحاول نرسمها. دكتور كنت وياك بتصير بنعكس مرتين بنعكس طبعا بنعكس حتى اربع مرات رح ينعكس مرة هون مرة هون مرة هون ومرة هون هون التيار رح ينعكس مرة هون ومرة هون بنعكس بضل ينعكس التيار فكل الاسلاك الموجودة هون لازم يكون الكرنت طالع من الصفحة كل الأسلاك الموجودة هون الكرنت داخل بالصفحة طالع بالصفحة داخل بالصفحة فهذا بحافظ الآن على تور بهذا الشكل خلينا نحاول نرسم الآن 6 بولز 8 راح تصير صعبة نرسمها بس خلينا نحاول أرسم 6 بولز إذا بضبط معي هلا عندي هون لازم أجي يعني مش 100% مضبوط بس هاي الفكره تبعت هون يمكن هذا نظبطه شوي هيك كبر هذا شوي هيك حاجه الان نورث ساوث نورث ساوث نورث ساوث ولذلك لازم يكون زوجي لو كان فردي راح يصير عندي مشكله احكي عندي سول ساوث جنب ساوث او نورث ما لهاش معنى ما لها معنى نحط ساوث جنب ساوث ولذلك لازم يكون النمبر ايفن even north south بحيث اني لما بنتهي بنعكس بنعكس ونفس الشيء الان هون بنيجي بنحط هي بنحط هون سيليك راح استعمل نفس هذا هون هيك 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 وهذا طبعا هذول موجودين داخل الروتر مش بفراغ هذول مش مرميين اسلاك بالفراغ هذول مركبين داخل الارمتشر سميناه ارمتشر هو روتر بس اسمه الدي سي ماشين اسمه ارمتشر وطبعا ما راح يكون في سلك واحد راح يكون في عدد من الاسلاك وعدد من الاسلاك الكوميتيتر سيجمنت راح يضمن انه هذول يعكسوا اتجاههم كل ما يمروا على النيوترال اكسس هون عندي طبعا نيوترال اكسس صار عندي عدد اكبر فعندي هون عندنا هون هيك هذا راح يصير هذا مع هذا اوكي عندي هون هون تي تساوي 6 عدد البولز هون تي تساوي 6 عدد البولز هون 4 وعدد البولز هون 2 الى
دائما even number of poles. آخر إشي راح أنهي، راح نحكي عن الإلكترومغنتيك والبيرمننت.